في حلقة جديدة من قرآنيات. أهلا بيك يا أخي مالك. أهلا بيك أخت فرحة. الآية آية الإسراء 73، وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك. وبنكمل الآية. نعم. إيه حكاية الآية؟ النص مثل ما ملاحظ لما الشخص يقرأ هذا النص ويتمأن، ملاحظ فيه إشارة على موقف تعرض فيه محمد. الحديث في القرآن موجه فيه إلى محمد، الخطاب موجه فيه إلى محمد، يقول إني وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. إني تعرض محمد لموقف، هذا الموقف كاد يخليه يبتعد عن الوحي الإلهي الذي كان يتلقاه. طبعا المفسرون يقولون يوجد عدة احتمالات، من ضمن أن قريش طلبت من محمد أن يزور يعني الصنم إله أو إله إله قرب الكعبة، وأن محمد كاد أن يوافق على هذه الزيارة. رأي آخر قال لا، ربما كان الهدف منه أن قابلة ثقيف طلبت من محمد أن يعطيهم فرصة سنة، أن يعطيهم فرصة سنة قبل أن يعتنقوا الإسلام. وأيضا حط وضع بعض الشروط الإضافية. زي إيه؟ مثل أن لا يدفعوا العشور، أن لا يسجدوا في الصلاة، أن تكون صلاتهم في حد، أن يحافظوا على إلهه يعني أصلا مؤملات لمدة سنة قبل أن يتم تحطيمه. وضع جملة الشروط وكاد محمد أن يوافق. ولكن النص بنلاحظ أخت فرحة بيشير لأمر أن محمد أن كادوا ليفتنونك، أني بمعنى محمد كان في موقف بيخليني قد يقع في الفتنة، أني يعني صار على مشار لشروطهم، شار على مشار بغض النظر طبيعته، ولكن الفتنة أو الانزلاقة اللي كان معرض فيها متعلقة برسالته النبوية، بمعنى كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك. بلفت نظري أنا النقطة اللي ما طرقت إلى المفسرين بشكل مقنع، يعني أنا طيب إن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا، يعني كل تفسير يقول بأني سواء قريش ممكن يكون سقيف، ممكن يكون العبارة الوحيدة اللي أنا ما شايفها مقنعة عبارته اللي تفتري علينا غيره، يعني في الحقيقة هي عبارة غامضة، يعني ما هو الفتنة اللي كاد محمد أن يفتري علينا، يعني بمعنى أن يقول شيء على لسان الله غيره غير القرآن. إذن هل كان يوجد شرط؟ التفاسير مبهمة عن هذه النقطة، يعني ما هي الطبيعة اللي ما هي النقطة اللي فكر محمد أن يعلنها أو العبارة أو النص؟ تفتكر إيه النقطة؟ لا أنا ما عندي أي تكهن ولا في أي تفسير؟ لا يوجد ما يشير، فقط هذه المجموعة التفاسير بأنه ربما متعلقة في قريش وأن يزور محمد يعني صنمهم أو سقيف أن يزورهم لبعض الوقت. بس الزمخشري في 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 أقوال في الزمخشري لما قالوا له قول إن الكلام ده كله شروط دي كلها من عند الله ووافق. صحيح أني نعم هذه الشروط. ممكن تكون أوحينا إليك لتفتري علينا، يقول إن الكلام ده من عند الله. ممكن يكون هذا كاحتمال منطقي، كونه في تفسير طبري يقول إني سقيف اشترطت على محمد أن يعلن هذه الشروط إنها جزء من الوحي الإلهي. هي كانت من الطبري ولا زمخشري؟ زمخشري في تفسيره. أوكي. نعم. أوكي، أنا بشكرك جدا يا أخي مالك، وأشكركم جزيلا، ونشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.